ازاي، بس هي اكيد ما تستاهلش اللي احنا فيه دلوقتي. السؤال اللي عايز اطرحه النهارده، لو رجع بينا الزمن هنعمل ايه؟ الناس اللي سمعاني على الراديو، وانا عارف انكم مش كتير، خليكوا انتوا صوت الحقيقه، وصلوا للناس كلها ان الحرب اللي ابتدت بكذبه مش ممكن تنتهي بالحقيقه. أنا خايف. ما تخافش، إنسان. خدنا نصيبنا وهنسيب لهم نصيبهم. أنا سمع صوت. خليك هنا، اوعى تتحرك غير لما ارجع، فاهم؟ الشرك اللي انت عملته للضبع يقول انك صياد. انت مين؟ مش مهم انا مين، ما احنا مش هنتقابل تاني. كمل طريقك بعيد عني، كنت هاخده بس مش محتاجه خلاص. كويس ان لسه فيك حيل تقتل الناس. بكرة لما تعرف أنا مين هتقدر وتفهم. ارجع ارجع. يبقى أنت بتدور على الجسر. وعرفت إزاي؟ لأنك وصلت لغاية هنا. أنا كمان كنت بدور على الجسر. وليه بطلت تدور؟ كبرت خلاص، ما عادش في العمر قد اللي راح. بس انت عندك اللي يخليك تدور على الجسر. دور وخلي بالك منه عشان ما تندمش زيي. ولادك هيفرحوا قوي لما يشوفوك يا راضي.
بتعملي ايه يا زين؟ الواد ده بيحبك. رسالة لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، زينة هربت. ايوه زي ما سمعته بالظبط، زينة هربت. زينة اول حد قدر يخرج من سجن دليلة. ولما بقول السجن مش بتكلم على الحيطان والجلال، السجن هو الخوف والرعب، السور العالي اللي بيبنيه عقلك لحد ما تلاقي نفسك حابس نفسك بنفسك. انت السجن وانت السجان طول ما انت خايف، وهي دي كلمة السر، الخوف. هو ده بالظبط اللي عايزاه دليلة. الخوف يا جماعة، الخوف هو اللي خلانا كلنا مساجين، بس زينة قدرت تهدم أسوار الخوف وبمنتهى السهولة. زينة هزمت نفسها قبل ما تهزم دليلة. زينة هربت. رسالة بلغوها لكل اللي لسه عايشين، رجالة وستات وكبار وصغيرين، ولاد الزيبق وأرض الشايب وحراس الجسر وكل مكان أيا كان. زينة هربت والخوف اتكسر. الخوف يا جماعة مش بيمنع الموت، الخوف أنا الدليلة. لو حصل لنا حاجة هتعدمكم كلكم. شوفنا مين في وسط العيال دي ابن نوح وهاتهولي. أنا مش جاي أذي حد، أنا جاي أديلك حاجة تهمك وأخد حاجة تهمني. وانا مفيش حاجه تهمني اكتر من رقبتك. انت كده كده ميت يا نوح. عرفت اسمي وعرفت كمان انك انت كريم، جيت لنا برجليك، وفرت علينا مجهود. قصدي غبي، غبي عشان ما خلصتش عليك المره اللي فاتت. ما قدرتش، ما حبيتش، خفت. ما خافش، مفيش حاجه تخوفني. ضيعت على نفسك فرصه تدخل التاريخ بموتي. أنا جاي عشان أساعد ابني وأطلعه من العالم بتاعكم. عايزه يعيش، مش جاي أقتل حد. أنت مش هتموت، أنت هتشوف ابنك وهو بيموت. يبقى نموت كلنا ده عشان نطلع لآخر عملاقة واحدة. اللي هيقرب هفجركم كلكم. آخد ابني وأمشي. وكفاية عليك الهدايا اللي أنا سلمتها لك. سيب الولد. يلا يا ناجي، اركب العربية دي بسرعة. وأنت؟ اركب العربية بسرعة قلت لك. فكر براحتك.
نوح. مفيش حاجة، ما تخافش يا حبيبي. دي أرض الشايب، المنطقة دي كلها مشاعة نتيجة حرب قديمة، احنا لازم نمشي من هنا. لا أحسن تسكتي خالص. أنت كدبت على نفسك وسددت، ودي النتيجة جبتنا لحد هنا. احنا لو ما مشيناش من هنا كلنا هنموت بعد ساعة. يعني إيه؟ يعني احنا دلوقتي على أرض مشاعة؟ أيوه. نعم، مش أنت اللي جايبانا هنا؟ أنا اتلخبطت وتهت. تعالوا نبدأ رحلة من الأول. يلا يلا بسرعة. اتأخرنا اتأخرنا. أنا قلت إنك هتحب المفاجأة. مش مفاجأة، ريحته الوسخة سبقته. استحملناك كتير، بس للأسف محتاجة استحملك كمان شوية لغاية لما أعمل لك مراسم دفن تليق بيكي. طول عمري كنت عارفة إنك أنت جبان، لكن كمان طلعت خاين، والخاين عمره قصير. خاين؟ أنا هعمل منك بطلة، هرجعك المستعمرة مدبوحة، وهعمل لك احتفال سنوي ما حصلش. أخدت اللي يخصك. فين التمانية اللي اتفقنا عليهم؟ هيحصل، بس خلصني كمان من دول. يبقى تموت أنت الأول. خلي رجالتك يمسكوا العقل. اسمع كلامك. إيه؟ إيه؟ خليك عالبك، خليك عالبك، خليك عالبك. انت هنا
ناجي تم دخول قطع غيار جديدة. أكرر، رجاء دخول أطباء الجسر للكشف على الوافد الجديد. تم دخول قطع غيار جديدة. أكرر، رجاء دخول أطباء الجسر للكشف على الوافد الجديد. ناجي 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 ازاي؟ بس هي اكيد ما تستاهلش اللي احنا فيه دلوقتي. السؤال اللي عايز اطرحه النهارده، لو رجع بينا الزمن هنعمل ايه؟ الناس اللي سمعاني على الراديو، وانا عارف انكم مش كتير، خليكوا انتوا صوت الحقيقه، وصلوا للناس كلها ان الحرب اللي ابتدت بكذبه مش ممكن تنتهي بالحقيقه. أنا خايف. ما تخافش، إنسان. خدنا نصيبنا وهنسيب لهم نصيبهم. أنا سامع صوت. خليك هنا، اوعى تتحرك غير لما ارجع، فاهم؟ الشرك اللي انت عملته للضبع يقول انك صياد. انت مين؟ مش مهم انا مين، ما احنا مش هنتقابل تاني. كمل طريقك بعيد عني، كنت هاخده بس مش محتاجه خلاص. كويس ان لسه فيك حيل تقتل الناس. بكرة لما تعرف أنا مين هتقدر وتفهم. ارجع ارجع. يبقى أنت بتدور على الجسر. وعرفت إزاي؟ لأنك وصلت لغاية هنا. أنا كمان كنت بدور على الجسر. وليه بطلت تدور؟ كبرت خلاص، ما عادش في العمر قد اللي راح. بس انت عندك اللي يخليك تدور على الجسر. دور وخلي بالك منه عشان ما تندمش زيي.
ولادك هيفرحوا قوي لما يشوفوك راضي. بتعمل ايه يا زين؟ الواد ده بيحبك. رسالة لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، زينة هربت. ايوه زي ما سمعتوا بالظبط، زينة هربت. زينة اول حد قدر يخرج من سجن دليلة. ولما بقول السجن مش بتكلم على الحيطان والجلال، السجن هو الخوف والرعب، السور العالي اللي بيبني عقلك لحد ما تلاقي نفسك حابس نفسك بنفسك. انت السجن وانت السجان طول ما انت خايف، وهي دي كلمة السر، الخوف. هو ده بالظبط اللي عايزاه دليلة. الخوف يا جماعة، الخوف هو اللي خلانا كلنا مساجين، بس زينة قدرت تهدم أسوار الخوف وبمنتهى السهولة. زينة هزمت نفسها قبل ما تهزم دليلة. زينة هربت. رسالة بلغوها لكل اللي لسه عايشين، رجالة وستات وكبار وصغيرين، ولاد الزيبق وأرض الشايب وحراس الجسر وكل مكان أيا كان.
زينة هربت والخوف اتكسر. الخوف يا جماعة مش بيمنع الموت، الخوف معايا أمانة الدليلة، لو حصل لنا حاجة هتعدمكم كلكم. شوف لي مين في وسط العيال دي ابن نوح وهاتهولي. أنا مش جاي أذي حد، أنا جاي أديلك حاجة تهمك وأخد حاجة تهمني. وانا مفيش حاجه تهمني اكتر من رقبتك، انت كده كده ميت يا نوح. وعرفت اسمي وعرفت كمان انك انت كريم، جيت لنا برجليك، وفرت علينا مجهود. قصدي غبي، غبي عشان مخلصتش عليك المره اللي فاتت. ما قدرتش، ما حبيتش، خفت. بخافش، مفيش حاجه تخوفني. ضيعت على نفسك فرصه تدخل التاريخ بموتي. أنا جاي عشان أساعد ابني وأطلعه من العالم بتاعكم، عايزه يعيش، مش جاي أقتل حد. أنت مش هتموت، أنت هتشوف ابنك وهو بيموت. يبقى نموت كلنا ده عشان نطلع الآخر عبنا أنا واحد. اللي هيقرب هفجركم كلكم. أخد ابني وأمشي. وكفايه عليك الهدايا اللي انا سلمتها لك. سيب الولد. يلا يا ناجي اركب العربيه دي بسرعه. وانت اركب العربيه بسرعه قلت لك. فكر براحتك. Thank you.
مفيش حاجة، ما تخافش يا حبيبي. دي أرض الشايب، المنطقة دي كلها مشاعة نتيجة حرب قديمة، إحنا لازم نمشي من هنا. لا أحسن تسكتي خالص. أنت كدبت على نفسك وسددت، ودي النتيجة جبتنا لحد هنا. إحنا لو ما مشيناش من هنا كلنا هنموت بعد ساعة. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي على أرض مشاعة؟ أيوه. نعم. مش أنت اللي جايبانا هنا؟ أنا اتلخبطت وتهت مع تعالوا نبدأ الرحلة من الأول. يلا. يلا بسرعة. تأخرنا. تأخرنا. أنا قلت إنك هتحب المفاجأة. مش مفاجأة، ريحته الوسخة سبقته. استحملناكي كتير، بس للأسف محتاجة استحملك كمان شوية لغاية لما أعملك مراسم دفن تليق بيكي. طول عمري كنت عارفة إنك أنت جبان، لكن كمان طلعت خاين، والخاين عمره قصير. خاين؟ أنا هعمل منك بطلة، هرجعك المستعمرة مذبوحة، وهعملك احتفال سنوي ما حصلش. أخدت اللي يخصك. فين التمانية اللي اتفقنا عليهم؟ هيحصل، بس خلصني كمان من دول. يبقى تموت انت الأول. خلي حكايتك يمسك الأول. اسمع كلامك. خليك عالبك، خليك عالبك، خليك عنك. انتبهوا ناجي، انتبهوا ناجي، هات الواد ناجي، هات الواد، خليك مكانك، لا تبقى مكانك. استنى عندك، محدش يتحرك.
على الوافد الجديد. تم دخول قطع غيار جديدة. مكرر، رجع دخول أطباء الجسر للكشف على الوافد الجديد. ناجي!